الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله الأسبوع ال 17 النادي الأهلي سيلاقي نادي طلائع الجيش في واحدة من المباريات الهامة جدا كعادة مباريات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ولكن زي ما بقول لحضراتكم أو زي ما اتفقنا مع حضراتكم امبارح إن كل المباريات القادمة هي مباريات صعبة جدا ومباريات هامة جدا. بداية هذه المباريات كانت مباراة بيراميدز، واستطاع النادي الأهلي في الأسبوع ال 16 أن يفوز على نادي بيراميدز في الدقائق الأخيرة زي ما حضراتكم عارفين بهدفين مقابل هدف وحيد ليتصدر أو يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري من 13 مباراة و 39 نقطة، اللهم لا حسد يعني. إن شاء الله النهاردة المباراة في الأسبوع ال 17 المباراة تبقى رقم 14 للنادي الأهلي، إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة ويواصل حصد النقاط ويواصل كسر الأرقام. اللي عايز أقوله لحضراتكم إن هي مباراة صعبة جدا ومباراة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن إحنا إن شاء الله مباراة الجيش النهاردة ومباراة المصري يوم الجمعة القادم. بالمناسبة مباراة المصري تأجلت 45 دقيقة بدل الساعة 7:30 أصبحت في الساعة 8:15 إن شاء الله يوم الجمعة القادم، وبالتالي لازم طبعا خبر لازم نقوله لحضراتكم. النهاردة مباراة صعبة، مباراة مهمة، الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي، ماذا سيفعل ريني فايلر بمجموعة اللاعبين. قائمة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين هنقولها لحضراتكم بعد قليل، التشكيل اللي هيلعب بيه ريني فايلر في هذه المباراة. كل اللاعبين مركزين في شيء واحد فقط، ان هو ازاي يكسب الثلاث نقاط دول علشان يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري. كعادتنا خلينا نروح بقى نشوف الفيديوهات وماذا حدث النهارده طوال اليوم في فندق الاقامه، فندق اقامه النادي الاهلي، واللاعبين بيتجهوا الى اعتقد هنا كان الغداء، وبعد الغداء هيبقى في ان شاء الله المحاضرة الفنية، وبعد المحاضرة الفنية إن شاء الله هيبقى ده كان منذ قليل. إذن بيتجهوا إلى المحاضرة الفنية، وبعد كده إن شاء الله هيبان بقى التشكيل الفني للتشكيل الرئيسي للنادي الأهلي لهذه المباراة. زي ما حضراتكم شايفين لاعبوا النادي الأهلي رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، من قبلهم كان علي معلول، عمرو السولية، مجموعة اللاعبين ومجموعة النجوم اللي متواجدة في النادي الأهلي. الكل مركز، الكل بينتظر موعد انطلاق المباراة. المدير الفني طبعا ريني فايلر النهاردة هنشوفه هيلعب بتشكيلة عاملة ازاي، هيعمل ايه في التشكيلة، الروتيشن اللي من المفترض ان هو يعمله، هيعمل حاجة زي دي ولا مش هيعملها. كل الكلام ده هنشوفه ان شاء الله مع بداية المباراة. بقية اللاعبين كابتن محمد هاني، كابتن وليد سليمان، كباتن النادي الاهلي الحقيقة بيتجهوا الى المحاضرة الفنية بعد كده طبعا هنعرف التشكيل ونقوله لحضراتكم. الشناوي، أجواء جميلة جدا الحقيقة في معسكر أو فندق الإقامة كهربا، وكان قبله الحقيقة جيرالدو وأجاييه. كهربا طبعا بركز أكتر، بالمناسبة كهربا ده اللي كان متجمد، ها للناس اللي بتقعد تقول هذا الكلام دائما، بنحب دايما نقول لحضراتكم ومن خلال الصور ومن خلال اللي بيحصل دايما بنجيب لحضراتكم الحقيقة من خلال كواليس ما يحدث داخل النادي الأهلي. وبالمناسبة برضو في بعض الصفحات كتبت على أليو بادجي إن هو سافر وهرب من النادي الأهلي، أنا معرفش هو جه إمتى عشان يهرب إمتى الحقيقة، ولكن زي ما حضراتكم شايفين كل لاعبي النادي الأهلي أو كل لاعبو النادي الأهلي بينتظروا الغداء وبعد كده المحاضرة الفنية، وبعد كده إن شاء الله نقول لحضراتكم على التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي. برضو كل واحد بيجي صورته قدامي الحقيقة، سواء أحمد فتحي أو مجدي قفشة، كل واحد كان ليه قصة، مرة واحد لعب خماسي ومرة واحد اتخانق مع واحد، زي ما حضراتكم شايفين كده دايما بنحاول نضعكم داخل كواليس ما يحدث في فندق الإقامة، برضو بحيث ان لو حد قال حاجة كده ولا حاجة كده تبقوا حضراتكم عارفين ماذا يحدث دائما داخل فندق إقامة النادي الأهلي. دكتور عمرو محب طبعا مترجم مستر ريني فايلر، من الواضح ان الكل هناك تركيز كبير جدا جدا على كل اللاعبين، الكل ينتظر، الكل عايز يلعب، كل اللعيبه عايزه تلعب، كل اللعيبه عايزه، حسين الشحات طبعا، كل اللعيبه بتنتظر المحاضره الفنيه عشان نشوف بقى مين اللي هيلعب في هذه المباراه. شريف اكرامي ومصطفى شوبير،
سيوريف إكرامي طبعا كابتن النادي الأهلي مع مصطفى شوبير مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة في حراسة المرمى. طيب دايما بنحط حضراتكم معنا في الصورة، تعرفوا كل الكواليس وكل اللي بيحصل دائما في فندق إقامة النادي الأهلي، وإن شاء الله لما ينتقلوا إلى ملعب المباراة، ما اللاعبين ينتقلوا إلى ملعب المباراة، هنجيب لحضراتكم ماذا يحدث في ملعب المباراة. خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري 2019-2020، نتائج مباريات الأسبوع 17. يوم السبت أولى المباريات كانت يوم السبت 8 فبراير، الاتحاد السكندري بيهزم من نادي أسوان بهدف مقابل لا شيء، ليواصل أسوان سلسلة انتصاراته الأخيرة وأداءه الفني الرائع مع مديره الفني المحترم الحقيقة مجدي عبد العاطي. نادي مصر أيضا بيهزم من نادي سموحة بهدف مقابل لا شيء في أولى المكاسب اللي بيكسب فيها كابتن حمادة صدقي كمدير فني، بيكسب نادي مصر مع كابتن إيهاب جلال، مع كابتن خالد جلال أنا آسف اللي مسك نادي مصر بعد استقالة كابتن ناصر عباس، كابتن ناصر محمد عبد الناصر محمد. مصر المقاصة بيتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدف، طبعا الإنتاج الحربي مع كابتن مختار مختار، ومصر المقاصة في أولى مباريات إيمانويل إيمونيكي المدير الفني الجديد لنادي مصر المقاصة. يوم الحد 9 فبراير كانت مباراتين، مباراة لو حضراتكم تتذكروا عملنا فقرة امبارح ضربات الجزاء الوهمية الحقيقة في يوم الحد 9 فبراير، حرس الحدود بيتعادل مع الجونة بهدفين مقابل هدفين في استاد المكس بحرس الحدود، الإسماعيلي بيهزم من نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في الإسماعيلية. النهاردة إن شاء الله كان الثلاث مباريات، المباراة الأولى وتعادل سلبي ما بين نادي طنطا ونادي إمبي، كانت المباراة الساعة 2:30، وادي دجلة مغلوب من المصري حتى هذه اللحظة 1-0، ولسه المباراة لم تنتهي، أول ما المباراة تنتهي هنقول لحضراتكم نتيجة هذه المباراة. النهاردة آخر المباريات اللي هتبقى يوم الاثنين 10 فبراير، النادي الأهلي سيلاقي نادي طلائع الجيش الساعة 7:30. بكرة إن شاء الله آخر مباريات الأسبوع 17، المقاولين العرب سيلاقي نادي بيراميدز في تمام الساعة 5:30. جدول ترتيب الدوري العام المصري، النادي الأهلي يواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري العام من 13 مباراة، فاز في 13، لم يهزم، لم يتعادل، له 37 هدف عليه 3 أهداف، عنده فارق من الأهداف 34 هدف، عنده 39 نقطة، بسم الله ما شاء الله. مقاولين العرب من 16 مباراة في المركز الثاني، فاز في 10، تعادل في مبارتين، هزم في 4، له 21 هدف عليه 12 هدف، عنده 32 نقطة. نادي الزمالك في المركز الثالث من 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 4، هزم في مبارتين، له 22 هدف عليه 11 هدف، عنده 31 نقطة. الاتحاد السكندري في المركز الرابع لعب 17 مباراة، عنده 27 نقطة. بيراميدز في المركز الخامس من 16 مباراة، عنده 26 نقطة. سموحة في المركز السادس من 17 مباراة، عنده 24 نقطة. إمبي بعد تعادله اليوم مع نادي طنطا في المركز السابع من 16 مباراة، من 24 نقطة. الإنتاج الحربي 17 مباراة، عنده 23 نقطة. المركز التاسع النادي الإسماعيلي من 17 مباراة، عنده 21 نقطة. المركز العاشر حرس الحدود من 17 مباراة، عنده 19 نقطة. ثم الجونة في المركز ال11 من 17 مباراة، عنده 19 نقطة. أسوان في المركز ال12 من 17 مباراة، عنده 18 نقطة. المصري في المركز ال13 قبل مباراة اليوم من 14 مباراة، وعنده 17 نقطة. طلائع الجيش في المركز ال14 من 16 مباراة، عنده 15 نقطة. نادي طنطا في المركز ال15 من 17 مباراة، عنده 15 نقطة. وادي دجلة في المركز ال16 من 16 مباراة، وعنده 14 نقطة. ثم نادي مصر المقاصة في المركز ال17 من 17 مباراة، عنده 14 نقطة. ثم نادي مصر في المركز الأخير من 17 مباراة، عنده 11 نقطة. قائمة هدافين الدوري العام المصري حتى مباريات اليوم، عبد الله السعيد في المركز الأول
نادي بيراميدز 12 هدف، محمد شريف في نادي امبي المركز الثاني 9 اهداف، وليد سليمان في المركز الثالث النادي الاهلي 6 اهداف، حسام حسن لاعب نادي سموحه 6 اهداف في المركز الرابع، سيف الدين الجزيري مقاولين العرب 6 اهداف ايضا، ثم حسين الشحات في المركز السادس 5 اهداف، احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك 5 اهداف، مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك 5 اهداف، محمد سالم لاعب نادي المقاولين العرب 5 اهداف، ومحمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب 5 اهداف ايضا. نادي الاهلي مع طلائع الجيش وتاريخ مواجهات الفريقين. نادي الاهلي لعب 25 مباراه، فاز الاهلي في 20، تعادل في 5، لم يهزم، سجل 52 هدف، استقبلت شباكه 12 هدف. طيب اول مباراه ما بين الفريقين كانت يوم 31 اكتوبر 2004، نادي الاهلي بيفوز بهدف مقابل لا شيء. اخر مباراه للفريقين كانت يوم 1 مايو 2019 وفاز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. اول اهداف النادي الاهلي احرزهم النجم محمد او احرزه النجم محمد بركات، واخر الاهداف علي معلول. اما اول اهداف طلائع الجيش ممدوح عبد الحي نجم طلائع الجيش السابق، واخر الاهداف اسلام جمال. اكبر فوز للنادي الاهلي على طلائع الجيش 4-0 مرتين، وهداف الاهلي في مباريات طلائع الجيش النجم الكبير كابتن عماد متعب ب7 اهداف. هنكمل كلامنا في جرافيك هذه المباراه، ولكن عشان نحط حضراتكم معانا دائما في الكواليس خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الاقامه، هيقول لنا ماذا يحدث في فندق الاقامه. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان، محطة من محطات النادي الاهلي الصعبة في مشواره نحو الدرع رقم 42 النهاردة في الاسبوع 17 بيواجه فريق طلائع الجيش، في ظل يعني استعداد النادي الاهلي للاستكمال المشوار الافريقي بمواجهة فريق سان داونز، وايضا الاستعداد لمباراة السوبر المصري بمواجهة نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري، وايضا ملاقات فريق المصري قبل التوجه لمباراة السوبر، في ظل يعني تلاحم المباريات ومنافسات، وزي ما انت عارف يا كابتن اسلام النادي الاهلي بيطلع من بطوله لبطوله، مستعد النهارده لملاقات فريق طلائع الجيش في الاسبوع 17 للدوري الممتاز، حاله من الجاهزيه، حاله من ارتفاع الروح المعنويه بعد الانتصار الاخير في الوقت القاتل على فريق بيراميدز، ترفع من الروح المعنويه للاعبي النادي الاهلي، ده اللي احنا بنشوفه من لاعبي النادي الاهلي ومن الجهاز الفني. كان في يعني النهارده كابتن اسلام فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. يعني خلال وجبه الغداء كان هناك بعض الاحاديث الجانبيه مستر ريني فايلر وبعض الحديث مع اليو باجي، الحديث ما بين مروان محسن وجونيور اجاي، عمرو السليه واليو ديانج، مجدي قفشه وحديثه مع كهربا، في حاله من التركيز بتفرض نفسها على لاعبي النادي الاهلي يا كابتن اسلام. يعني حديثنا مع سواء مع اللاعبين او الجهاز الفني الجميع بيضع نصب عينيه تحقيق الانتصار واستكمال المشوار، النادي الاهلي بيطمح بعد تحقيقه ل 13 انتصار و 13 فوز متتالي بيطمح لتحقيق الفوز رقم 14. ومن الامور المهمه جدا يا كابتن اسلام اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان مستر ريني فايلر مش شاغل باله بموضوع الارقام القياسيه، هو كل همه ان انا كل مباراه مطالب باحراز الثلاث نقاط، كل اللاعبين في تركيز، كل اللاعبين بيستعدوا ان شاء الله ان هم يفرحوا جماهير النادي الاهلي واستكمال المشوار. خلال هذه الاثناء يا كابتن اسلام مستر ريني فايلر بيعقد المحاضره الاخيره، يعني ان شاء الله بخلالها بياكد على بعض التعليمات اللي الخاصه بمواجهه فريق طلائع الجيش، وايضا هيعلن التشكيل اللي هيخوض باللقاء. النادي الاهلي بيستعيد في هذا اللقاء رامي ربيع اللي كان غاب عن لقاء بيراميدز لظروف الايقاف، وايضا مستر ريني فايلر كان اعلن قائمه الاهلي لاعبي الاهلي لهذا اللقاء اللي ضمت محمد الشناوي وشريف اكرامي لحراسه المرمى، خط الدفاع محمد هاني، احمد فتحي، علي معلول، وايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي، رامي ربيع، تصف الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، محمود عبد المنعم، كهربا، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو داكوستا، وثلاثي راس ثلاثي خط الهجوم جونيور اجاي، مروان محسن، اليو باجي. طبعا لجنه الحكام كانت اعلنت اسناد اللقاء للكابتن محمود البنا حكم هذا اللقاء، يعاونه احمد عبد الغني وعماد العقاد واحمد صالح. نتمنى طبعا يا كابتن اسلام كل التوفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء، لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار واستكمال المشوار في بطوله الدوري الممتاز، ايضا قبل مواجهه فريق المصري ومن ثم ايضا مواجهه فريق السوبر.
مواجهة فريق نادي الزمالك في السوبر المصري، اللي نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباريات الكثيرة في القادمة في الفترة القادمة. كابتن إسلام برجع لك مرة تانية، يعني خلال لحظات هيتم بعد عقب انتهاء المحاضرة فريق هتوجه لاستاد القاهرة الدولي اللي هتقام عليه أحداث اللقاء. هنكون متابعين معاك كابتن إسلام ومستمرين إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. برجع لك الكلمة مرة أخرى كابتن إسلام. طيب شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. ان شاء الله اول ما يجي التشكيل هنقوله لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي لهذه المباراه. خلينا نروح نكمل بقى جرافيك المباراه. النادي الاهلي وموقفه مع طلائع الجيش، النادي الاهلي في المركز الاول من 13 مباراه، فوز في 13 مباراه وتسجيل 37 هدف واستقبلت شباكه 3 اهداف، 39 نقطه في المركز الاول. طلائع الجيش في المركز لعب 16 مباراه، فاز في 3، تعادل في 6، خسر في 7، سجل 17 هدف، استقبلت شباكه 22 هدف، 15 نقطه في المركز ال 14. طلائع الجيش في اخر المباريات بقياده كابتن عبد الحميد بسيوني فاز على نادي مصر برباعيه مقابل لا شيء في الاسبوع ال 16، اما النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام نادي بيراميدز فاز بهدفين مقابل هدف واحد لاليو بادجي والاخر لاليو ديانج. النادي الاهلي 37 هدف، 4 اهداف في اول ربع ساعه ثم 4 اهداف في ثاني ربع ساعه وهدفين في ثالث ربع ساعه. أول ربع ساعة من الشوط الثاني 7 أهداف ثم 6 أهداف في الربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 و14 هدف في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباريات اللي لعبها النادي الأهلي ليستطيع أن يسجل 37 هدف. 3 أهداف استقبلتهم شباك النادي الأهلي، هدفين في أول ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني ثم هدف من الدقيقة 61 للدقيقة 75. أما توقيتات إحراز طلائع الجيش للأهداف 17 هدف مقسمة على 90 دقيقة كالآتي، هدفين في أول ربع ساعة وهدف في الدقيقة 16 للدقيقة 30 ثم من الدقيقة 31 للدقيقة 45 هدفين، ومع بداية الشوط الثاني 4 أهداف ثم هدف وحيد من الدقيقة 61 للدقيقة 75 و7 أهداف في آخر المباراة آخر ربع ساعة من عمر المباراة. 22 هدف استقبلتهم شباك طلائع الجيش، 3 أهداف من الدقيقة 1 للدقيقة 15 ثم هدف وحيد من الدقيقة 16 للدقيقة 30 و6 أهداف في آخر ربع ساعة من عمر الشوط الأول. 4 أهداف مع بداية الشوط الثاني ثم 4 أهداف مع الدقيقة 61 للدقيقة 75 ثم 4 أهداف أيضا في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة. هدفوا الفريقين وليد سليمان النادي الاهلي 6 اهداف، حسين الشحات 5 اهداف، طلع نضاي 4 اهداف من الجيش، رمضان صبحي 4 اهداف، احمد سمير من الجيش 3 اهداف، جونيور اجاي من الاهلي 3 اهداف، ناصر منسي من الجيش 3 اهداف، مروان محسن 3 اهداف، افشه 3 اهداف، الشيخ 3 اهداف. قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه: محمد الشناوي وشريف إكرامي، محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج، وليد سليمان، جونيور أجاي، مروان محسن، أليو بادجي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، رمضان صبحي، وحمدي فتحي، وحسام عاشور. هي دي غيابات النادي الأهلي من أول علي لطفي. المدير الفني رينيه فايلر. كابتن عبد الحميد بسيوني بيدخل بقائمة لطلائع الجيش: محمد بسام، مصطفى محمود، عاصم صلاح، أحمد سامي، محمد ناصف، خالد سطوحي، علي الفيل، فرانك ستيفن، مهند لاشين، أحمد سمير، كيفن مهيري، وأبو بكر ديارة، وناصر منسي، وعمر جمال، وحسام باول. طاقم التحكيم لهذه المباراة: كابتن محمود البنا حكما للساحة، وكابتن عماد العقاد، وكابتن أحمد عبد الغني اثنين حكام مساعدين، ثم كابتن أحمد صلاح حكما رابعا. طيب دي آخر حاجة معانا، خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ المواجهات ما بين الناديين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في الأسبوع ال 17. بعد التقرير هنستقبل فقرتنا الأولى دكتور أحمد ثابت، أهم الأرقام والإحصاءات ونقاط الضعف والقوة الخاصة بالفريقين بعد هذا التقرير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ كابتن اسلام وحشتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبار ميسي ايه؟ معادينه وما جاش. كان عزمك يعني على الغداء و... جبني على البايلا والبتاع دي وما جاش. ما جاش ها؟ معلش بقى المرور هناك صعب. الامور صعبه. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ما شفت ما كنتش مع كابتن شريف انت؟ لا لا ما كنتش معاه في ال ما استنيتش ميسي معايا لسه. بلال على طول. هو ما جالوش خلي بالك. هو ما جالوش. ما انا عشان كده ما استنيتش. ايضا عود حميد لتامر بدوي رجع لنا مره ثانيه بعد شهرين او ثلاث شهور. اكتر شويه. ازيك يا تامر؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلامه. وحشني جدا. مشرف ومنور. الله يخليك. سعيد جدا بوجودي معاك كابتن اسلام ومع كابتن بلال وكابتن شريف. طبعا سعداء بوجودك دايما معانا تامر بدوي. كابتن شريف هبدا بحضرتك. انسى بقى اسبانيا. احنا دلوقتي هنتكلم عن الاهلي وطلع الجيش. ايوه. ها فانسى اسبانيا خالص. هو كان بيعمل عمر في اسبانيا ولا ايه؟ لا هو عمل عمر في السعوديه وبعد كده راح اسبانيا. مش عايز اقول لك راح تركيا وبعدين المدينه وبعدين مكه. ماشي تقبل الله يا كابتن. انا بجرب الطياره الخاصه اللي موجوده. تقبل الله يا كابتن. تقبل الله. طيب هديك فاصل لكن هو عايز فاصل اصلا فبقول له هديك فاصل بينا. بس اسمع يعني كابتن شريف رايه ايه سريعا جدا في تشكيل النادي الاهلي مع طلاع الجيش. والله زي ما تعودنا من مستر فايلر ان هو بيبقى ليه وجهه نظر في التشكيل ووجهه نظر في الخصم وشكل السرعات اللي هو بيتمثل ان هو بيبقى يحتاج حاجات معينه في اليومين ثلاثه اللي بيبقوا قبل المباراه. هو بيشوف حاله اللعيبه كمان. فاللعب اللي هو بيعمله اللي هو اللعب الواقعي المثمر اللي فيه سرعات، اللعب اللي هو بتاع اليو ديونج الامامي على طول، اطرافك اللي هي السريعه. أيوه. اليمين والشمال، الدقه بتاعت علي معلول في العرضيات، الاستقبال والشكل الثلاثي الهجومي اللي هو بيعمل فيه وبيطمح فيه. فهو لو كل ده حصل باذن الله ان شاء الله يكون ليه السبق في احراز الاهداف بيفرق كتير قوي، بيدي راحه اسلام للعيبه، بيديهم حريه الريسك، ازاي اعمل ثرو باس، ازاي ارقص، ازاي اعمل حاجات فرديه. طيب هو ده اللي احنا بنأمله يعني. هنطلع فاصل يا كابتن شريف وبعد الفاصل هروح لبلال بقى اساله برده عن رايه في تشكيله هذه المباراه. بعد الفاصل هنعرف راي كابتن احمد بلال وكابتن تامر بدوي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، تشكيل النادي الاهلي وتشكيل طلائع الجيش، خلينا نتكلم الاول عن تشكيل النادي الاهلي ووجهه نظرك في الروتيشن في استبعاد اليو باجي وايمن اشرف. شوف احنا اتكلمنا المباراه اللي فاتت وقلنا المفترض انت داخل على فتره صعبه وداخل على مباراه صعبه ويجب ان انت تعمل التدوير او روتيشن يعني تشتغل عليه بشكل كويس بحيث انك تدي فرصه لكل اللاعبين يتشارك. دي رقم واحد. رقم اثنين تحتفظ باللعيبه اللي انت عايز تشركهم في المباريات القويه لان انت خد بالك كل مدير فني بالنسبه له اسلام بيبقى عنده يعني لعيبه عايز يحطها في التشكيل الاساسي ولعيبه ممكن يستعين بيها في بعض الاوقات في الدوري العام خاصه ان انت ماشي بشكل كويس في الدوري العام. مستر فايلر بيعمل تدوير يمكن في ناس بتكون بره ال 18 بتدخل زي احمد الشيخ النهارده وجيرالدو كانوا بره ال 18 وبعدين النهارده بيدخلوا كلعيبه اساسيه. هم برده مش جايين من بعيد قوي يعني هم برده كان في فترات كان بيشاركوا فيها كانوا بيلعبوا كان لهم ادوار اساسيه داخل النادي الاهلي واحمد الشيخ كان بيسجل اهداف وبرده جيرالدو كان بيسجل اهداف. فالراجل يمكن بيحاول يعمل تدوير بحيث انه يحتفظ بكل اللعيبه يحتفظ بلياقتها البدنيه يحتفظ بامكانياتها الفنيه مش عايز يبعد اللعيبه بعيد جدا وبعدين يبتدي يجيبهم من بعيد لما يحب ان هو لو فكر ان هو يستعين بيهم لما يحتاج لهم. فالنهارده هو بيدخل ويطلع عارف لعيبه يعني مش عايز يبعد حد مش عايز يخلي الناس مش في الصوره مش عايز يخلي ان اللعيب ما يبقاش عنده امل في المشاركه. عشان كده بنشوف لعيبه بتخرج ولعيبه بتدخل لعيبه بتكون موجوده في ال 18 بشكل اساسي وبتخرج بره بتخرج بره ال 18 او بتقعد احتياطي والعكس كذلك لعيبه بتكون بره وتدخل جوه التشكيل. فالنهارده يمكن العناصر الجديده بالنسبه لنا احمد الشيخ وجيرالدو المفروض ان انت بتلعب في مكانين مهمين جدا جدا بالنسبه لك في الناحيه الهجوميه من تحتيهم ديانج والسوليه ومجدي قفشه لكن هو بيعمل حاجه مميزه الحقيقه هو بيحاول يحتفظ بالعناصر او المراكز المهمه جدا بالنسبه له يحتفظ باللعيبه اللي موجوده في الملعب. يعني النهارده عمرو السوليه وديانج اثنين لعيبه امكانيات عاليه بقالهم فتره بيلعبوا مع بعض اللياقه البدنيه موجوده
اللعيبه حفظت بعضها، حفظت ازاي تتحرك في الملعب. النهارده مين بيهاجم، مين بيدافع فيه، مين بيثبت، مين اللي بيكمل في الناحيه الهجوميه، هم نفسهم بيعملوا حته التبادل داخل الملعب في الوظائف اللي ما بينهم يا اسلام. فده هو دايما محتفظ بيهم الاثنين على اساس ان هم دول مركز الثقل في الوقت الحالي، واهم اثنين لعيبه من وجهه نظري النهارده في تشكيله النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كلها، عمرو السوليه وديانج. فالروتيشن اللي بيعمله مستر فايلر ده مهم جدا عشان كمان يبقى فيه لعيبه بتقدر تريح عشان تستعين بيها في بعض الاوقات في المباريات القادمه. يعني تامر، الفتره اللي فاتت كان هناك تركيز على الاطراف، او دائما التركيز على الاطراف داخل النادي الاهلي والثنائيات، هل اختلاف الاسماء ممكن يؤدي لشويه عدم تجانس؟ ما اعتقدش يا اسلام. هو الراجل اولا التشكيل اللي هو بادئ بيه هو بيعكس ثقته الكبيره جدا في كل اللعيبه. يعني انت ما شاء الله حدث ولا حرج على الاطراف عند النادي الاهلي، كهربا، رمضان، وليد سليمان، الشيخ حسين الشحات، جيرالدو اللي بادئ بيه النهارده. فده هو بيفوق اللعيبه كلها وبيصحصح اللعيبه كلها وبيخرق يعني بيخلق روح من المنافسه عشان ما يديش اطمئنان ويعكس لاي حد ان انت اساسي حتى لو مستواك اتهز. عاوز بس اقول ان هو الراجل ذكي جدا، لان وهو بيغير بيحافظ على العمود الفقري بتاع الفريق. الشناوي زي ما هو، رامي ربيع زي ما هو، الاثنين اللي في نص الملعب السوليه وديانج زي ما هم، محمد مجدي قفشه زي ما هو، اجاي زي ما هو. دايما يعني مثلا في مباراه الهلال غير، فاجئ الناس كلها وقعد معلول ولعب ايمن اشرف، النهارده ملاعب معلول. يعني دايما التغيير اكتر بيبقى على الاطراف. حسين الشحات مثلا يبدا النهارده قاعد، احمد الشيخ احيانا كان بيبدا النهارده قاعد، عفوا النهارده بادئ. فالتغيير دايما بيبقى على الاطراف، هو بيحافظ على العمود الفقري دايما بتاع الفريق. لكن حته ان الاطراف تتاثر في النادي الاهلي ما اعتقدش. النهارده لما زي ما كنت بتكلم على مباراه الهلال السوداني، الناس كلها كان عندها مخاوف كبيره ان ايمن اشرف في الباك ليفت، خاصه انت عاوز تكسب وان معلول يعني احسن شويه في النواحي الهجوميه من ايمن اشرف، الا ان ايمن اشرف كان واحد من احسن اللعيبه اللي في الملعب، وكفايه ان هو اول ثلث ساعه مسبب ازعاج كبير جدا للهلال السوداني ولبس الناس كلها انذارات في اول ثلث ساعه وادى مباراه جيده جدا. فما اعتقدش ان الاطراف بتاعه النادي الاهلي هتتاثر، لان الراجل واضح في شغله وفي تمرينه ان اللعيبه كلها بتتمرن على نفس الحاجه. كابتن شريف، طلائع الجيش على الجانب الاخر بتشكيلته المعتاده 4-3-2-1، الطريقه اللي بيلعب بيها الاعتماد على سرعات سواء احمد سمير او كريم طارق ومن قدامهم عمرو جمال، هقفل على اللعيبه دي ازاي؟ خصوصا ان انت بالنسبه لك كريم طارق وبالنسبه لطلائع الجيش يعني كريم طارق واحمد سمير، الاثنين دول على الاطراف، وفي نفس الوقت انت اهم مفاتيح لعب عندك على الاطراف برضه. مظبوط اللي انت بتقوله، وكمان طلائع الجيش عنده 40 دقيقه فيهم نشاط ملحوظ قوي من على الاطراف، وبيبقى اهم حاجه عندك الطرف الشمال عندهم بيشتغل كويس قوي. انت كمان عندك زي ما الكباتن اتفضلوا وانت قلت وانا قلت ان عندنا اتنين حاله دلوقتي بتاع ديانج وسوليه بتقدر تميل ناحيه اي ضغط بيحصل عندنا، بتقدر تثبت الناحيه. عندك خلاص محمد هاني بقى بالطبيعي عارف امتى يطلع وامتى يعمل الحاله، هل جيرالدو هيبتدي جنب على نفس صف هاني ولا هيبقى احمد الشيخ، بيبقى في حاله دفاعيه مزدوجه بين الاثنين، فدي برضو بتوفر للعيبه حريه ان انا ما اخافش جدا من السرعات الجامده قوي بتاعت الفرق اللي بتبقى عايزه يعني توقف النادي الاهلي. كل ماتش هنلعبه يا اسلام نفس الفرق بنفس اللي يعني هنغير الاسماء بس نفس المفهوم عندهم، نفس الطريقه تقريبا، نفس الطريقه عندهم كمان، هيبقوا عايزين يوقفوك كمان، ياخدوا منك اي حاجه، عايزين يثبتوا نفسهم. عشان كده احنا بنقول احراز هدف بدري بيخليك انت في حاله ثانيه، خليهم هم باختلال في ان هم عايزين مجهود كبير قوي يا اسلام ان هم يعملوا الحاله الهجوميه اللي انت بتتكلم عنها دي، عايزين نشاط كامل قوي. ولو فتحوا خطوطهم بيبقى في ريسيف يعني بيبقى في رده الفعل. فاحنا لو حاله لعيبه النادي الاهلي النهارده مركزه كويس قوي وشايفه الجيم وبيلعبوا كره سليمه ومفيش ميس باس، اعتقد ان الحاله اللي انت بتتكلم عنها دي ممكن نتخطاها. بلال، يعني ايه اجاييه هو اللي راس حربه مش مروان محسن او اليو بادجي اللي خارج ال 18 8؟ خد بالك ممكن يكون بيفكر يستعين باجاييه في المباريات اللي جايه كفرد، هو عملها كتير في المباريات المهمه، يمكن معظم المباريات المهمه اللي قابلها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان بيستعين بجونيور اجاييه، هو الاسترايكر، هو رقم 9 واشتغلها كويس قوي، عايز يستفيد بالاثنين على الاطراف بشكل كويس، يحط هو في القلب يلعب كهو فرد متحرك، يشتغل في ال 18 وبره ال 18 بحيث ان هو يبقوا الثلاثه اللي موجودين على في الناحيه الهجوميه ما عندهمش مراكز ثابته، سواء اذا كان هيقدر هيرجع ثاني يستعين برمضان صبح الفتره اللي جايه بعد ما عرفنا ان رمضان خلاص هيبتدي يشارك في التدريبات او الشحات. الثلاثي دول كانوا بيشتغلوا
مش من مراكزهم مش من اماكنهم، كانوا دايما متحركين، ما عندهمش حته التمركز، دايما بيشتغل واحد يروح على الاطراف واحد يكمل في القلب. شفنا اهداف كتيره جدا، وشفنا ان الاهلي كان في افضل حالاته لما كان جونر اجاي هو اللي بيلعب الفرود رقم 9 ورمضان صبحي والشحات من على اطراف الملعب ومن تحتهم مجدي قفشه، كنا بنشوف رباعي مذهل الحقيقه. تبادل والتغييرات، اجاي كمان بيشتغل محطه كويس قوي، يعني لا بينزل تحت يقدر يفضل المساحه اللي ورا المساحه الفرود اللي هي الموجوده اللي هي في ال 18 يقدر يفضل الاثنين اللي بيجوا من على اطراف الملعب، وده ممكن يكون برده بيرجع له حته ان ممكن في وقت من الاوقات اعتمد عليك كفرود اساسي. دي من وجهه نظري، يعني ممكن يكون من وجهه نظري كده، لانه خاصه انت عندك النهارده عندك دكه البدلاء يمكن فيها دكه بدلاء النادي الاهلي فيها مروان محسن النهارده موجود كفرود، يعني النهارده من وجهه نظر يعني ان انت لما بتحب يعني عايز تدخل واحد وتحطه في مركز مهم في بعض الاوقات ان لازم تستعين بيه في مباراه، مش هقول ان مباراه النهارده مش تقيله، ولكن تستعين بيه في مباراه الدوري العام انت بتجربه وبتحاول انت ترجع له الحته دي مره ثانيه، خاصه ان هو يعني جونيور اجايين الحقيقه كل المباريات اللي لعب فيها كفرود اساسي رقم 9 كان مميز فيها كلها ابتداء من مباراه الزمالك اللي احنا كسبنا فيها السوبر، مباراه الزمالك السنه دي اللي كسبنا فيها السوبر السنه دي، عمل مباراه رائعه جدا السابق يعني. السابق السنه دي سجل فيها هدفين وعمل فيها شغل رائع جدا جدا جدا، فالنهارده ممكن يكون بيعيد له التفكير والاذهان عشان يشتغل بيه الفتره اللي جايه كفرد اساسي من وجهه نظر الشخصيه يعني، ويحتفظ بقى بمروان محسن وبادجي على دكه البدلاء. طيب لو الكلام اللي بيقوله بلال ده هو اللي في دماغ رينيه فايلر، جيرالدو احنا عارفين ان هو دايما بيلعب على الخط ما بيخشش لجوه كتير، فبالتالي لو لعب ناحيه الشمال امام معلول جيرالدو اعتقد هتبقى عندك مشكله. هما الاثنين شول اللي بادئين النهارده سواء جيرالدو او الشيخ، هتفضل فيه علامه استفهام مين اللي هيلعب في الطرف اليمين ومين اللي هيلعب في الطرف الشمال. انا قصدي ان هنا حتى لو لعب هنا او هنا جيرالدو فهو هيمثل ان هو دائما بيلعب على الطرف اكتر من جوه الملعب، يعني دي حقيقه. وفي حاله وجود جونيور اجاي كراس حربه على كلام بلال هو بيسيب للي جاي من ورا اكتر ان هو يروح، وانا اتوقع ان جيرالدو هو اللي هيروح ناحيه الشمال، خاصه ان هو اجاد فيها في الشوط الثاني لما نزل في مباراه بني سويف في كاس مصر ادى ثاني شوط كويس قوي في الطرف الشمال، فاعتقد ان هو اللي هيكون في الطرف الشمال واحمد الشيخ هو اللي هيكون في الطرف اليمين. هتتغلب عليها ازاي؟ هو انا شايف ان هو بيدي طبعا فرصه لجيرالدو عشان كمان يبدا يستخدم الانطلاقات بتاعته ويشكل جبهه في منتهى الخطوره مع علي معلول، بس هيبقى زي ما انت قلت يا اسلام وجهه نظر ان كابتن طارق يحيى هيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه قدام مباراه الزمالك. كابتن بسيوني كابتن بسيوني هيلعب بطلع الجيش بنفس الاسلوب اللي لعب بيه قدام مباراه الزمالك، رغم ان كابتن طارق يحيى هو اللي كان وقتها المدير الفني. هيحاول يستغل المساحات اللي في ظهر الباكين اللي على الاطراف بتوع الاهلي عن سرعه كريم طارق لاعب بتروجيت السابق واحمد سمير. صحيح احمد سمير مش بنفس سرعه كريم، كريم اسرع بكتير من احمد سمير، لكن هيحاول يستغل المساحات اللي في ظهر اطراف النادي الاهلي، لكن اعتقد ان هي الجبهه الشمال اللي في النادي الاهلي هي اللي هتكون اقوى في النواحي الهجوميه. في النواحي الهجوميه ممكن طيب يبقى في تغيير ما بينهم الاثنين، ما بين الشيخ وما ده متوقع ما بين الشيخ وجيرالدو ممكن في بعض الاوقات اسلام تلاقي يعني ممكن ما يبقاش يعني ده بيلعب ناحيه الشمال وده ناحيه اليمين ممكن يغيروا في بعض الاوقات يعني طبعا. خاصه يعني برضو وجود جونر اجاي هيساعدهم على حته التغيير دي، ممكن احمد الشيخ يبقى في وقت من الاوقات يضم يبقى هو الفرود تمام، ممكن جونر اجاي هو اللي ياخد الطرف لان هم ما بيلعبوش من الثبات يعني مش هيبقوا متمركزين النهارده. تمام هطلع فاصل اشوف اهم او تقارير عن اهم نقاط الضعف والقوه في نادي طلائع الجيش، وبعد كده هرجع اسال كباتنا اللي موجودين معانا النهارده عن هل تم تغيير طريقه اللعب في النادي الاهلي، بمعنى ان انت لما بيلعب مروان واجاي او بيلعب مروان انا اسف او اليو باجي تعتمد على راس حربه ثابت فبتبقى اللعب المباشر من ورا هو الاكثر، هل هيحصل ده النهارده ولا لا؟ ده اللي هنساله لضيوفنا بعد ما نشوف هذا التقرير. كابتن شريف النهارده فايلر هيعتمد على طريقه اللعب المباشر ولا بتغييره لراس حربه مروان محسن يلعب مكانه اجاييه؟ معنى كده ان هو هيغير طريقه اللعب للباس القصير. عايز اقول لك على حاجه يا اسلام، وجود اليو ديانج وعمرو سوليه ومجدي قفشه دول بيعملوا حاله للاداء لباقي اللعيبه، وده اللي بيجبر جونيور اجاييه اذا كان ينزل لتحت
ويستلم منهم، ولا بيدي مساحات وبياخد اجناب يقدر يترجم عن طريقه لمحمد هاني او لعلي معلول في نفس الوقت. وعايزين لازم جينور اجايدا يلعب مع اخر واحد في الملعب عشان يعمل لك سبيس، عشان يدي الفرصه حتى لمعلول يطلع، واحنا ما نعرفش جونيور معلول هيبقى قدامه جيرالدو، ولو كان قدامه جيرالدو برده بتبقى حاله بتثبت معلول بحساب وهو طالع، يعني ما بيبقاش منطلق زي ما بيكون مع رمضان صبحي بياخد لجوه وبعدين يجي وليد سليمان يعمل العكس فيتعمل الباص تعمل الوان تو تبقى في فرايتي الناحيه الثانيه. فهنا الشكل في التشكيل اللي بيعتمد عليه كله صاحب الاداء قفشه وجانج وسوليه، هم اللي هيكرروا لنا ازاي يساعدوا الناس دي في الباص الصغير اللي انت بتتكلم عنه الوان تو ما شيء، مع استخدام هروب جونيور اجاي جونيور اجاي وهروب علي معلول او محمد هاني بيعمل لما بتبقى في باص لونج بشوف التدريب بيثبت الكره جونيور لاي طرف طالع يمين او شمال هم اللي بيحددوا، وبقى في عرضيه بس المفروض العرضيات النهارده اللي موجود يكون في زياده عدديه، يعني مهتمين ومركزين لازم يبقى في زياده عدديه بتساعد جونيور اجاي. طيب طلائع الجيش هيلعب ازاي النهارده بلاي؟ بص يمكن بص طلائع الجيش فيها ميزه كبيره، يعني تمام عنده الثلاثي الامامي زي ما انت قلت من شويه اسلام، عندهم سرعه وعندهم مهاره، وعمر كمان بيقدر يشتغل في الكرات العرضيه بشكل كويس قوي، عمر كمان عنده برضه طول وعنده ميزه في الحته دي يعني وبيشتغل في الكرات العرضيه كويس. يمكن انا شفت لهم معظم المباريات اللي لعبوها مع الفرقه الكبيره سواء كان الاهلي سموحه الاسماعيلي يعني الزمالك الفرقه الكبيره، ان هو ما بيشتغلش ان هو بيضغط عليك من الامام، لا بيستنى يلعب دفاع نص ملعب، بيبتدي يشتغل على السرعات اللي موجوده عند طارق ورا الاثنين الباكين ايا كان فيهم الباك اللي ظهر، بيلعبوا الكرات الطوليه العكسيه على طول، ده بيحضر يلعب كرات طوليه عكسيه ورا الباك المتقدم، ده احنا شفناه في مباراه الزمالك، شفناه برده في مباراه الاسماعيلي، شفناه مباراه سموحه، ان هو دايما بينتهز فرصه مين الباك المتقدم في عند النادي الاهلي سواء كان علي معلول او محمد هاني، يبقى من ناحيه يلعب من ورا الكره لطارق، هو الاسرع مهاراته عاليه جدا، بيقدر يوصل الجول بسرعه جدا، بيقدر يعمل التحول السريع للهجمه المرتده، عنده مهاره جيده جدا، بيقدر كمان يفنش بشكل كويس محمد طارق، لعيب كويس عنده امكانيات كبيره. الناحيه الثانيه ممكن سمير كريم طارق الناحيه الثانيه سمير بيلعب شويه، يمكن هو اللي بيقوم بحته البلاي ميكر في طلائع الجيش، يمكن بيلعب فيرود بس ساقط شويه في نص الملعب، عنده مهاره وعنده تصويب كويس قوي، بيشتغل برجل الشمال بشكل جيد جدا. فاعتقد ان هم النهارده اسلام هيلعبوا على المرتد من ورا الباكين بتوع النادي الاهلي، لان هم بيمتازوا بالسرعات اللي موجوده قدامهم، بيمتازوا بالمهارات الفرديه. يعني انت لما تبقى فرقه بتلعب النادي الاهلي وعارفه ان النادي الاهلي بيهاجم بشكل مكثف، طبيعي ان هو هيقفل نص ملعبه بشكل كويس، هيقفل الاطراف بشكل كويس، ويعتمد على الاثنين، واحد من الاثنين، يا اما كريم طارق وعمرو جمال، يا اما الناحيه الثانيه سمير وعمرو جمال. وانا برجح ان هو هيشتغل على كريم طارق وعمرو جمال، هم دول الاثنين اللي ممكن يكونوا ممكن هيستخدمهم النهارده عبد الحميد ياسين في الهجمات المرتده السريعه. تامر، دور مجدي قفشه النهارده في هذه المباراه؟ هو مجدي قفشه في مع فايلر لقى نفسه بمعنى ادق، لان لما كنا بنتكلم على الموسم اللي فات كانت واحده من عيوب الاهلي توسيع مساحه اللعب يا اسلام، الاهلي بيلعب في مساحه كبيره جدا من 60 الى 80 متر، لكن واحده من مميزات فايلر الموسم ده ان هو مضيق مساحات اللعب في الحاله الهجوميه، لذلك مثلا على سبيل المثال الهدف بتاع الاهلي في الهلال السوداني هتلاقي عمرو السوليه قريب برضه من ديانج، قريب من قفشه، اللي يعني عمرو السوليه عملها في ظهر الباك ليفت عندهم لحسين الشحات، حسين الشحات عملها بالعرض تاني لمحمد مجدي قفشه اللي حطها على طول ببطن رجله، كل اللعيبه المسافات ما بينهم وما بين بعض قريبه، علشان كده سهل جدا ان محمد مجدي قفشه يكون ليه خطوره سواء بالتسديد او صناعه الاهداف او تسجيلها. وهو وعلشان كده من بدايه الموسم من اول لما انضم وهو لقى نفسه مع ريني فايلر، اعتقد ان هو بس ناقصه شويه النواحي الدفاعيه ويبقى لعيب، اعتقد ان هو هيكون في منتخب مصر قريب جدا، لكن هو لعيب هايل عنده شخصيه كمان في الملعب، بتحس ان هو عنده شخصيه ان هو ممكن ياخد قرار ويسدد ويصنع في اي لحظه. خد بالك هو كمان في بعض الاوقات كان بيلعبه دايما مركز سته، يعني جنب ديانج او جنب السوليه، يعني احيانا لما بيبقى محتاج كانه بيحولها لاربعه واحد اربعه واحد. ايوه بيرجع محمد مجدي قفشه مثلا جنب ايا كان اللي هيحتفظ بيه، لو هيحتفظ بالسوليه هو بيرجع جنب السوليه، لو احتفظ بديانج هو بيرجع جنب ديانج، وينزل واحد مثلا وليكن وليد سليمان، وفي حاله الاهلي لما بيكسب الكوره بيثبت بس السوليه وبيطلع مجدي قفشه جنب وليد سليمان والطرفين بتبقى حاله هجوميه بتبقى 4-1 4-1. طيب كابتن شريف، على الجانب الاخر النهارده الدور اللي هيقوم بيه علي معلول ومحمد هاني، زي ما احنا وانا بتكلم مع حضرتك كنا بنتكلم عن ان جيرالدو بيلعب كده كده على الطرف، فطيب لو هيلعب ناحيه الشمال مع علي معلول برده بيلعب على الطرف،
هيحصل التبادل ما بين الاثنين ازاي؟ هل بالكلام؟ هل يعني كلنا بالتحركات لازم جيراردو يتفاهم وضع علي معلول اللي بيديله السبيس، لو حتى هو دخل لجوه او فتح السويتش اللي بيحصل بينه وبين جونيور اجاي، ده الوحيد الشكل اللي احنا بنعتمد عليه في التشكيل ده. التشكيل ده لابد ان جونيور اجاي يعمل سويتش مع جيرالدو، وان كان انا كنت بحبذ ان جيرالدو يلعب ناحيه اليمين ما يبتديش ناحيه الشمال. ممكن على فكره انا بتكلم لو لعب حتى ناحيه اليمين يقدر احمد الشيخ يعمل الدويتو ده مع علي معلول، لعيب كوره برده ما عندوش السرعات الجامده قوي بتاع جيرالدو اللي هو على طول سادد الحته دي او على طول بيدافع في الحته دي او على طول متاخر موجود في ده، فعامل بلوك علي معلول. بالنسبه لنفس الكلام انت كنت بتتكلم عليه بتاع مجدي لا انا بتكلم على مجدي قفشه. هو مجدي قفشه صاحب الايقاع بتاع علي معلول النهارده، صاحب الرؤيه، هو وسوليه هم دول اللي هيتحكموا برده. لو في انديفيدولز وواحد عدى خط او ضربوا خط بنلاقي الاطراف بتاعتك بتطمع والاطراف بتاعتك بتطلع، فممكن بقى ساعتها يبقى محمد هاني زي ما انت بتقول يكون ليه حريه التصرف، اللي يكون علي معلول هو اللي بيستكشف الحاله وهو جاي من ورا، وهو اللي بيعمل ال1 2 دايما مع اجاي، لو تشوف بيعمل مع اجاي فاجاي يعمل كده، فبيكون هو خد مسافه يروح سوليه عاملها له مع زحف نفس الشكل خط النص الهجومي ده. فهي عايز توفيق وتركيز واللياقه البدنيه تبقى شايلاك والسبق في احراز الهدف. لو احرزت هدف في الاول هيمسح لك كتير قوي. انا عايز اقول لك هتلاقي حريه احمد الشيخ بيلعب كويس، هتلاقي جيرالدو وقف على رجله ما خافش ما حصلوش كشاشان، اجايه من احسن الناس لما بتستلم بلال الكوره يعرف يوقفها تحت رجله ما تعرفش تاخدها منه ويتصرف فيها، يقدر يعمل وانتوات اللي احنا بنامل فيها. ففي يعني انا يعني بتمنى ان يكون في هدف في اول مباراه. طيب بلال ثنائيه رامي ربيعه ومحمود متولي بتعود مره اخرى بعد غياب بقى للاصابه متولي، وبعد كده ايقاف رامي ربيعه، وبعد كده رجعوا الاثنين مره ثانيه. اعتقد صلابه دفاعيه من المفترض ان تكون متواجد. طبعا يعني اثنين امكانيات كبيره، رامي لعيب امكانياته كبيره، لعيب سريع ولعيب قوي ولعيب بيعرف يحضر الهجمه بشكل كويس قوي، كذلك متولي نفس الموضوع، لعيب بيعرف يحضر الهجمه بشكل بيبني الهجمه بشكل كويس قوي، هو كان بيلعب ميد فيلدر في بعض الاوقات او بيستخدمه ريني فايلر ميد فيلدر في بعض الاوقات، ده معناه ان انت بتلعب لعيب عنده كوره عنده امكانيه يتناسب مع امكانيات وقدرات النادي الاهلي، امكانيات النادي الاهلي وفكر المدير الفني انك عايز تشتغل تحضر من ورا. يمكن النهارده احنا متفقين ان طريقه اللعب مختلفه عن الهلال، فيما ان النهارده ما بتلعبش الكرات الطويله اللونج باس عشان تبتدي تشتغل على السكند بول، النهارده بتلعب بتحضر بتشتغل، انت بتشتغل النهارده اللي هو الاندايركت اتاك اللي انت بتشتغل بتبني الهجمه بتحضر بشكل كويس، بتعتمد على المهارات الفرديه بتاعت اللعيب، فبالتالي انت عندك اثنين قدراتهم وامكانياتهم يتناسبوا مع الفكر اللي النهارده بيبني عليه مستر فايلر خطته. التحضير رامي ربيعه لعيب عنده امكانيه ممكن يعني يستخدمه المدير الفني النهارده فايلر في الكرات العرضيه، ودي اللي احنا بنطالب دايما ان النادي الاهلي يستغل الكرات العرضيه والكرات الثابته يستغلها بشكل كويس. انت عندك اثنين بيعرفوا يلعبوا دماغهم بشكل كويس لكن ما قدروش ان هم يسجلوا اهداف بدماغهم. النهارده في بعض الاوقات بيبقى مطلوب من اثنين السنتر باكس ان انت تسجل اهداف، خلاص لما ما بيبقى عندك تلاصف في المباراه. يعني واضح النهارده من التشكيل او واضح النهارده من طريقه لعب عبد الحميد بسيوني ان هو هيقفل نص ملعب بشكل كبير جدا، فبالتالي يبقى عندك الكرات الثابته هي المنفذ بالنسبه لك. الاثنين السنتر باكس هم ده الدور بتاعهم، انت عندك طول، عندك جسم كويس، عندك جامب كويس تقدر تستغله في الكرات الثابته، فالنهارده ممكن يكون لهم دور كبير النهارده رامي ربيعه ومحمد متولي في احراز الاهداف ان شاء الله النهارده في الكرات الثابته. تامر الاهلي هيلعب ازاي؟ بمعنى هل هيلعب ضاغط على طلائع الجيش من قدام مش هيخليه باصي، ولا هيستنى من ثلث ملعب؟ هيلعب ازاي؟ ما اعتقدش ان الاهلي هيضغط، لان هو معظم الوقت هيكون الكره في رجل لعيبه النادي الاهلي. يعني لما تيجي تبص للتشكيل لان لما تيجي تبص لتشكيل طلائع الجيش المتوقع، زولا في الطرف اليمين ومحمد ناصر في الطرف الشمال اللي هو كان ابن النادي الاهلي، وخالد سطوحي وعلي الفيل، وهيلعب بثلاثه في نص الملعب، الاثنين الافارقه ستيفن وديارا ومهند لاشين، وهيشتغل شغل على الاطراف على طريق الهجمات المرتده احمد سمير وكريم طارق ومهاجم وحيد هو عمرو. هو كده كده تقصد هو كده كده هيقف؟ هو اولا هو مش هيقدر يجاري النادي الاهلي في الاستحواذ على الكره. النادي الاهلي مليان فوتبولرز، يعني احمد الشيخ فوتبولر، محمد مجدي قفشه فوتبولر، عمرو السوليه فوتبولر، ديانج كمان كورته كويسه جدا،
اي ده انت بقى جبت المحطه الاخيره كمان. انا بجيب من حتى السنتر باكين بتوع النادي الاهلي لاعيبه كوره رامي ربيعة ومتولي. يعني عارف لو ياسر النهارده مثلا لك ياسر كورته اقل شويه من رامي مثلا او من ايمن اشرف، لكن الاثنين النهارده السنتر باكين متولي ورامي ربيعة حتى كورتهم عاليه، فما اعتقدش ان هو هيجاري النادي الاهلي خالص في موضوع الاستحواذ، ولا الاهلي هيقدر مش الاهلي مش هيقدر، الاهلي يقدر بس هو معظم الوقت هتبقى الكوره في رجله عشان ما مش هيقدر يضغط على طريقه الجيش، لان الكوره معظم الوقت هتبقى مع النادي الاهلي. هو بس اللي مطلوب نقطتين في النواحي الدفاعيه، افساد الهجمه المرتده اللي من المتوقع بشكل كبير طلع الجيش اشتغل عليها قبل ما الهجمه المرتده تتم، والنقطه الثانيه اللي لاحظتها في مباراه بيراميدز واللي متاكد ان ريني فايلر هيشتغل عليها، خاصه انت بتلعب قدام واحد من اولاد النادي الاهلي ابرز سلاح عنده هي ضربات الراس جمال ان انت هتشتغل على الضربات الثابته افسادها، لان علي جبر المباراه اللي فاتت امام بيراميدز سبب بالظبط من اثنين جاب واحده والشناوي تصدى للثانيه، فمتاكد كل ثقه ان ريني فايلر اشتغل معاهم في خلال الفتره من مباراه بيراميدز لمباراه النهارده. عموما هنشوف ماذا سيحدث في مباراه اليوم. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، شكرا جزيلا يا كابتن تامر، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه هذه المباراه. هسيب حضراتكم مع تقرير عن هذه المباراه وبعد واسيبكم طبعا تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم على الهواء لنقل كل ما يحدث من